بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، متبعين بإحسان إلى يوم الدين، وبإسلام برحمتك أرحم الراحمين. الباب السابع من أبواب علم المعاني هو باب الفصل والوصل. فالفصل هو ترك عطف الجملة على الأخرى، والوصل هو التعاطف، هو أن تعطف الجملة على الجملة. الفصل ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى عكس واصل قد ثبت، وذلك أن الجملة إذا أتت بعد أخرى فإنها إما أن يكون الأولى محل من الإعراب وأريد تشريكها معها فإنها حينئذ تعطف عليها، أو ليس لها، أو لا يراد إشراكها معها في ذلك فإنها حينئذ لا تعطف عليها، وقد لا يكون لها محل من الإعراب، وحينئذ ما أن يكون بينهما ما يسمى بتمام الانفصال أو تمام الاتصال أو بشبه الاتصال أو بشبه الانفصال أو بتمام الاتصال مع إيهام غير المراد. فهذه صور كلها سيتحدث عنها الشيخ هنا. قال ففصل لدى التوكيد، أي إذا كان بين الجملتين كمال الاتصال فإنك حينئذ تفصل، ومعنى الفصل ترك العطف، وذلك إذا كانت الثانية كالتوكيد اللفظي في إبادة التقرير مع اتحاد المعنى، نحو قول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فقوله هدى للمتقين كالتوكيد اللفظي لقوله ذلك الكتاب، أو في إبادة التقرير مع اختلاف المعنى كما في لا ريب فيه، فإنها بمنزلة التوكيد المعنوي للفظي لقوله ذلك الكتاب. وكذا إذا كانت الثانية بدلا من الأولى أو عطف بيان عليها فإنه حينئذ يقع الفصل فلا تتعاطف الجمل، وذلك مثل قول الله تعالى أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبني، فقوله أمدكم بأنعام هذا بدل من قوله أمدكم بما تعلمون، من قوله أمدكم بما تعلم. فلما كانت الثانية بدلا من الأولى لم يصح أن تعطف عليها لأنها هي نفسها في المعنى، فبينهما تمام الاتصال فحينئذ لا يمكن أن تتعاطف، فيقع هنا الفصل وهو ترك العطف. وكذا إذا كانت عطف بيان كما في قول الله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم، وسوس، ما هي هذه الوسوسة؟ قال يا آدم، فهنا هي بدل بيان، هي عطف بيان عليها، وحينئذ يكون بينهما كمال الاتصال فيقع الفصل وهو عدم التعاطف. وكذلك إذا كانت الجملة الثانية على تقدير السؤال وهو المراد بقوله ونية السؤال، وذلك مثل قول الله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا، هنا لا تخاطبني في الذين ظلموا عندما نهاه حينئذ الأمر الأوامر والنواهي تتشوه النفس بعدهم إلى علتهم إلى سببهم، فكأن هناك سؤالا مقدرا وهو أن نوح عليه السلام قال ما بالهم فأجيب إنهم مغرقون. الأوامر والنواهي دائما يأتي التأكيد بعدها والكلام بعدها على نية جواب سؤال مقدر، لأنه يضمن تعليلا للأمر أو تعليلا للنهي. وعدم التشريك في حكم كذلك أيضا إذا لم يقصد التشريك في الحكم فإنه حينئذ يقع الفصل، وذلك كما في قول الله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، فقيل الله يستهزئ بهم ولم يعطف على قوله وإذا خلوا إلى شياطينهم، لأن إذا خلوا إلى شياطينهم مقيد بالظرفية، قولهم إنا معكم مقيد بخلوهم إلى شياطينهم، وأما استهزاء الله تعالى بهم فليس مقيدا بحال خلوهم إلى شياطينهم، فالجملة الأولى تتضمن حكما قيدا لا يراد إثباته للثانية فلذلك لم تعطف عليها. قولهم إنا معكم مقيد بحال خلوهم بظرفية خلوهم إلى شياطينهم، أما استهزاء الله تعالى فليس مقيدا بذلك فلا يعطف عليه لكي لا تعطى تشرك معها في حكم لا يراد تشريكها معها. نعم،
كذلك أيضا إذا اختلف طلبا وخبرا بأن كانت إحداهما طلبا والأخرى خبرا، كما إذا قلت مات زيد رحمه الله، فهنا لا تقول ورحمه الله، لأن قولك رحمه الله هي إنشاء. أنت إذا قلت ورحمه الله معناه أنك تخبر بأن الرحمة قد حلت عليه، وهذا أمر غيبي أنت لا تطلع عليه. فمات زيد خبر محتمل للصدق والكذب، وما قولك رحمه الله هذا إنشاء أي دعاء له، وهو غير محتمل للصدق ولا للكذب، لأنه طلب، والطلب لا يحتمل الصدق ولا الكذب، فحينئذ لا تعطف عليها. ملكته حبلي ولكنه ألقاه من زهد على غاربي وقال إني في الهوى كاذب، انتقم الله من الكاذب. وقال إني، هذه جملة خبرية، في الهوى كاذب انتقم الله من الكاذب، جملة طلبية، فلهذا لم يقل وانتقم الله، لأنه لو قال وانتقم لصار الكلام خبرا، وهو لا يريد أن يكون خبرا، يريد أن يكون إنشاء. كذلك أيضا فقد الجامع، أن يفقد ما يجمع بين الجملتين. إذا أريد عطف جملة على الأخرى فلا بد، وتشريكهما في الحكم فلا بد أن يكون بينهما تناسب. فيقال مثلا زيد يكتب ويشعر، وقالوا زيد يقرأ ويكتب، هذا صحيح. ولكن لا يقال زيد يقرأ ويقعد، أو زيد يعطي وينام، مثل المناسبة لا يوجد تناسب بين الإعطاء والنوم، ولا بين، لا بد من وجود التناسب. فلا يقال زيد عالم وقائم، لا يوجد تناسب أصلا. ولذلك هنا طبعا لا يقع العطف في هذه الحال. وكذلك أيضا لا يقع العطف، بل يقع الفصل إذا كان هنالك ما يوهم سوى المقصود في الكلام. إذا كان العطف قد يوهم العطف على غير المراد، وذلك كقول الشاعر: وتغن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم.